السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أحبتي إلى الدرس الأول من دروس تعلم البايثون خطوة بخطوة من الألف إلى الياء المستوى الأول. طبعا قبل أن نخوض في لغة بايثون ونبدأ بالدروس والتطبيقات وكيفية التعامل مع هذه اللغة، لابد من تثبيت مجموعة من الأدوات المطلوبة قبل البدء بذلك، وهذه الأدوات سنتكلم عنها في هذا الدرس ونقوم بشرح كيفية تثبيتها لكي تقوم أنت بتثبيت هذه الأدوات وتكون جاهزا للبدء بالدروس القادمة إن شاء الله، حيث تفترض هذه الدورة التدريبية أنك لا تمتلك هذه اللغة على حاسبك الشخصي ولا تعرف أي شيء عنها. ولنبدأ على بركة الله. هناك مجموعة من الأدوات التي يجب أن تكون مثبتة لديك على جهاز الكمبيوتر الخاص قبل البدء بتعلم البايثون. الأداة الأولى وهي كيف تقوم بتثبيت البايثون على جهازك الخاص. أولا تقوم بالذهاب إلى الموقع الذي تراه أمامك على الشاشة، والذي سوف أقوم بإرفاقه لك إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ثم تقوم باختيار النسخة الأحدث من بايثون، وبعد ذلك تضغط على زر التحميل داونلود. إذن بعد أن تقوم بتحميل الملف تقوم بالضغط على Install، دبل كليك ومن ثم Install Now، وتنتظر حتى تقوم البايثون بتنصيب البرنامج على حاسوبك الخاص. طبعا النسخة التي أنا أقوم بتحميلها هي 3.8، وأنت يمكنك تحميل أي نسخة، أحدث نسخة من الموقع الذي سأتركه لك في أسفل الفيديو. تقوم باختيار النسخة المحدثة التي تريد أن تقوم بتحميلها بكل سهولة. طبعا بعد أن نقوم بإنهاء تنصيب البايثون على جهازك الخاص، هناك مجموعة من الخطوات التي سنتكلم عليها خطوة خطوة ونقوم بشرحها من أجل أن لا توجد لديك أي مشاكل أثناء الدروس القادمة عندما ستقوم بالتعامل مع البرنامج. كما تلاحظ ظهرت لدي رسالة set up was successfully، وبالتالي فقد انتهى تنصيب بايثون الآن على جهازك الخاص وأصبح البايثون محملا بالكامل على لابتوبك. close، ومن ثم الآن نذهب إلى البرامج. تلاحظ وجود البايثون على جهازك، نفتح المجلد وبالضغط على بايثون الذي قمنا بتحميله 3.8، والآن تظهر نافذة البايثون، البيئة الخاصة بالبايثون. الآن الخطوة الثانية التي يجب أن نقوم بعملها والقيام بتنصيبها هي بيئة العمل. طبعا هناك العديد من بيئات العمل التي تحتاجها لكي تبدأ البرمجة بالبايثون. إما يمكنك استخدام الإكليبس أو الانتليجنت ايديا أو البايتشارم. طبعا سنستخدم في هذه الدورة التدريبية بيئة عمل بايتشارم، وهي بيئة مخصصة للبايثون ومطورة من قبل شركة جيت برينس. طبعا إذا أردت استخدام إحدى البيئات التي هي الإكليبس أو الانتليجنت ايديا، فإنك لابد من أن تعمل بلوجين للبايثون إلى هذه البيئة التي اخترتها، لكن دعنا نستخدم بيئة البايتشارم لأننا سنعتمد في الشروحات عليها. طبعا بالذهاب إلى الرابط الذي تشاهد أمامك والذي سأضعه في أسفل الفيديو، تقوم باختيار بيئة عمل بايتشارم اعتمادا على نظام التشغيل الخاص بك، وبعد ذلك تختار إما الخيار Professional أو Community. طبعا نحن سنعتمد Community وهو الفري، ونضغط على Download، ثم نقوم باختيار نظام التشغيل ونقوم بتحميل الملف. بعد أن تقوم بتحميل الملف الآن تضغط دبل كليك على الملف، ومن ثم تنتظر حتى يقوم أيضا البرنامج بتحميل البايتشارم على لابتوبك الخاص. Next، ومن ثم نحدد المسار و Next، ونختار أيضا نظام التشغيل وهو 64 بت، ومن ثم Next خيارات بسيطة، ومن ثم Install. تنتظر حتى أيضا يقوم البرنامج بتحميل البايتشارم على لابتوبك الخاص. طبعا إذا ضغطت على Run بايتشارم سوف تعمل، لكن أنا لا أريد ذلك فأضغط على Finish. قبل أن أقوم بتشغيل البايتشارم لابد أن أنتقل إلى الخطوة الثالثة وهي تثبيت الجي دي كي، وأقصد بالجي دي كي هي الجافا. طبعا لأن بيئة البايتشارم تم بناؤها على الجافا، فلا بد من تثبيت الجافا قبل أن تنطلق للعمل على البايثون باستخدام البايتشارم. طبعا بالذهاب إلى الرابط
الذي تراه أمامك والذي سأتركه في الوصف أسفل الفيديو، ستقوم بالذهاب إلى الموقع المحدد وتختار الإصدار الذي تريد من جافا، وبعد أن تختار الإصدار تقوم بتحميله اعتمادا على نظام التشغيل الموجود لديك، ومن ثم بالضغط دبل كليك بعد أن تقوم بتنزيل الملف. الآن تختار الخيار Next ومن ثم Next وتنتظر حتى يتم تنصيب الجافا على اللابتوب الخاص بك. طبعا يأخذ الموضوع أيضا وقتا معينا، وبالتالي بعد ذلك الآن يقول أن التثبيت Successful Installed، تضغط على Close وبالتالي أصبحت الآن جاهزا من أجل استخدام بايثون بكل سهولة. إذا هذه هي الأدوات الثلاثة. الآن نذهب إلى CMD لنتأكد هل البايثون يعمل بكل سهولة. نكتب بايثون وبالضغط على انتر. تلاحظ جاءتني الرسالة التالية وتقول بايثون is not recognized as an internal or external command. طبعا هنا هذه الرسالة رسالة الخطأ يعاني منها مستخدمون أنظمة ويندوز، وبالتالي لابد من إجراء خيار أخير من أجل أن تتخلص من هذه المشكلة. طبعا إذا كنت تستخدم لينوكس فلن تظهر لديك هذه المشكلة. طبعا بكل سهولة أقوم بإغلاق النافذة وأذهب إلى المجلد بايثون وأنقر بزر الماوس اليمين، إذا فتح موقع الملف، وبعد ذلك أقوم بنسخ مسار البايثون على القرص الذي قمت بتنصيبه عليه. إذا أقوم بتحديد كامل المسار والضغط Ctrl C. بعد ذلك أذهب إلى الكمبيوتر ومن خصائص، بعد ذلك إعدادات النظام المتقدمة، ومن ثم متغيرات البيئة، وبعد ذلك أذهب إلى الباث ومن متغيرات النظام وأقوم بالتحرير وأضغي جديد وأقوم بالضغط على بث جديد، ومن ثم أقوم بلصق المسار الخاص بالبايثون وأقول موافق. بهذا الشكل أحبتي، عندما تضغط على موافق وموافق وتقوم بإغلاق النوافذ كاملة، الآن اذهب إلى موجه الأوامر CMD وقم بكتابة بايثون ومن ثم انتر. طبعا تلاحظ الآن قد جلب لك موجه الأوامر نسخة البايثون 3.8 وتعرف عليها بشكل كامل. أصبحت البايثون جاهزة للعمل لديك دون أخطاء إن شاء الله. الآن بالضغط على PyCharm وتنتظر حتى يقوم بتحميل متغيرات البيئة وجميع الأدوات اللازمة، وبعد ذلك ستبدأ بإنشاء أول مشروع لك في بايثون. تضغط على Create New Project وتقوم بتسمية المشروع، إضافة إلى أيضا تسمية المسار الذي تريد استخدامه. طبعا دائما أنت أنشئ مجلد وفي قرص معين تريد استخدامه. طبعا وبعد ذلك أنتظر حتى تتحمل الأقراص، أختار القرص الذي أريد أنا أن أستخدمه من أجل أن يوجد به كامل مشروعي. أنا سأختار القرص دي، وضمن القرص دي سأستخدم New Folder من أجل أن أضع مشروعي، سأضعه في مجلد اسمه PY، والآن أحدد PY على أنه مسار مشروعي وأقول Create. طبعا بهذا الشكل يقوم PyCharm بإنشاء بتحميل جميع الأدوات اللازمة من أجل مشروعي الخاص، وهو أول مشروع سأقوم بالعمل عليه في بايثون. وكما تشاهد ظهرت لدي هذه الواجهة. الآن بالضغط على المجلد PY ومن ثم New، وبعد ذلك نختار الخيار Python File وأكتب اسم الملف الأول الذي أنا أريد أن أعمل عليه، وهو الملف Hello وهو من نوع Python File. لاحظ كيف ظهر الملف Hello.py في الشاشة على الزاوية اليسرى العليا، وهو الملف الذي تشكلته ضمن مجلد كما تشاهد، وهو مجلد PY الذي اخترته ليكون مجلدا لمشروعي. الآن ماذا أريد أن أعمل؟ طبعا لكي نشعر أننا قمنا بكتابة كود معين سنكتب تعليمة الطباعة التي سنتحدث عليها إن شاء الله، وضمن إشارتي كوتيشن سنكتب عبارة نصية لكي نتأكد أن البايثون تعمل تماما ولا يوجد أي أخطاء. فسأكتب على سبيل المثال مرحبا بكم في دورتنا التدريبية، Ctrl Shift F10 أو أختار الضغط على زر Run. طبعا بهذا الطريقة تلاحظ ظهور الرسالة مرحبا بكم في دورتنا التدريبية في الأسفل. طبعا يمكنك الضغط على Run الموجودة في الزاوية العليا اليمينية
أو في الزاوية اليسرى السفلى لكي تقوم بتشغيل أي كود كتبته. نحن اليوم لم نكتب سوى الكود برينت، وهذا الكود سوف نستخدمه كثيرا من أجل عرض الأكواد التي نقوم بكتابتها. يستخدم لعرض الأكواد، سنشرحه ونتكلم عنه بالتفصيل، لكن بمجرد ظهور هذه الرسالة في الأسفل وظهور أيضا العبارة Process finished with exist code 0 هذا يدل على أن البايثون تعمل لديك 100%. إلى هنا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى، ونكون قد ثبتنا الأدوات اللازمة. أودعكم إلى لقاء جديد في الدرس الثاني الذي سنتكلم به عن بيئة باي تشارم بأكثر بتفصيل أكثر، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.